أحييكم بأجمل تحية صباحية مع هذه الانطلاقات والتحديات المثيرة على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة الميادين، بيدانة الدنيا دبي في هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير. انطلاقة سليمة ورائعة للشوطنا السابع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط السابع وهو الشوط الخاص بالثنايا، الابكار، المحليات، الاصايل، شعارات ابناء القبائل الحاضره بكل قوه في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع وفي هذا التحدي المثير في مسافه ورحله 8 كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصداره، نتابع البداية والمقدمة وأرهني اللي قادت المجموعة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط منذ البداية. من الجانب الآخر الظبي المبارك بن عوض بالشيلة العامري من يتابع انطلاقة الظبي اللي قادت المجموعة، تليها مع المركز الثاني أرهني خطيرة بالشعار احمد بن هاشم بن يوسف العوضي مع المركز الثاني، ولكن ارى التقدم للشرف حمد بن عوض بن زيتون المهيري من يتابع انطلاقه شرف من بدات تتقدم على مستوى المركز الثاني. ومع المركز الرابع القدوم التسلل للشاهينيه مبارك بن محمد بن مسري الهاملي. ومن الجانب الاخر على مستوى المركز الخامس ارى التقدم للذيبه لمبارك بن رملي بن محمد العامري، تليها سادسا التقدم في الانطلاق المثير للشاهينيه وسالم بن سعيد بن سهيل العامري متابعا لانطلاق الشاهينيه مع المركز السادس. سابعا القدوم ايضا من الدهامه لاحمد بن خزع بن هركي العامري، بينما انطلقنا مع المركز الثامن الوصول والقدوم لمرموقه لمحمد بن عتيج بن محمد بن خليفة العميمي. ومن الجانب الآخر على مستوى المركز التاسع أرى التسلل في هذا الانطلاق المثير لمياسة بالشعار خليفة بن حليس بن راشد الاكتبين تابع المركز العاشر. وأرى التقدم أرى الانطلاق للشاهينية راشد بن أحمد بن عمهي المنصوري يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة والمنتفعة بناموس هذا الشوط. ولكن أرى هناك أسامي وشعارات لم يحن دخولهن إلى عالم الإذاعة، نترقبهن في اللحظات الأخيرة وفي الكيلو المتر الأخير، حيث أن مسافتنا لا أيضا بالتغييرات والتحديات مسافة 8 كيلو مترات. لكن لعن عودة مع الصدارة والبداية والظبي على رأس الحربة، الظبي من تقود هذه الجموع مبارك بن عوض بالجيلة العامري من يتابع انطلاقة الظبي، من تنطلق من تندفع بناموس هذا الشوط. ولكن شرف من الجانب الآخر، شرف حمد بن عوض بالزيتون المهيري بشعار المجازف. نتابع المركز الثالث، التقدم للشاهينية راشد بن أحمد بن عمهي المنصوري، ذكرناها مع المركز العاشر بالنداء الأول. هي تتقدم بخطى ثابتة مع المركز الثالث بهذا الشعار، شعار بن عمهي المنصوري مع الشاهينية على مستوى المركز الثالث. رابع التحديات من الجانب الآخر، مياسة خليفة بن حليس بن راشد الاكتبية القادمة أيضا، وهاري الهير أيضا يتابعون ينطلقون في هذا التحدي المثير مع مياسة. المركز الخامس شعار بن رملي يتقدم مع الذيبة مبارك بن رملي بن محمد العامري متابعا منطلقا مع الذيبة، ولكن الاسم القادم بكل قوة. نتابع القدوم في هذه اللحظات مع المركز السادس الشاهينية مبارك بن محمد
محمد بن مسري الهاملي يتقدم أيضا بهذا الانطلاق المثير. ومن الجانب الآخر التقدم الانطلاق الاندفاع لمياسة لعبد الواحد بن خزع بالعثة العامري يتابع هذا الانطلاق هذا الاندفاع الجميل. بمبارك أيضا بهذا الشعار المتميز. ولكن القدوم من الدهامة أحمد بن خزع بالهركي العامري يتابع انطلاق الدهامة مع المركز السادس. سابع التحديات أرى الشاهينية راشد بن أحمد بن عمهي المنصوري من يتابع من ينطلق مع الشاهينية على مستوى المركز السابع. ومع المركز الثامن أرهني الذيب مبارك بالرملي بن محمد العامري يقدم انطلاقة الذيب مع المركز الثامن بهذا التقدم المثير. ومع المركز التاسع أرى الشاهينية سالب سعيد بسهيل العامري من يتابع انطلاقة الشاهينية. ومع المركز العاشر نتابع المركز العاشر وأرى التقدم في هذه اللحظات بهذا الانطلاق المثير. ما شاء الله اللي وصلت مع المركز العاشر بهذا الانطلاق اللي هي خطيرة. أحمد بن هاشم بن يوسف العوضي من يتابع هذا الانطلاق. ندان الثاني أكملنا للعشر الأسامي المتقدمة للعشر الأسامي المنطلقة في هذا الشوط. ولكن لنعود مع الصدارة مع بداية هذا الشوط مع المقدمة. وأرى التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. نتابع من الجانب الآخر اللي تسللت بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع الجميل. ما شاء الله مياسة قادت المجموعة انطلقت بناموس هذا الشوط. عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري من يتابع انطلاق مياس اللي قادت المجموعة. المركز الثاني التقدم ايضا لمياس الاخرى مع المركز الثاني. وخليفة بن حليس بن راشد الاكتبي من يتابع انطلاقة مياس. شرف مع المركز الثالث تنطلق ايضا بشعار حمد بن عوض بن زيتون المهيري مع الكوكبة الثلاثية مع المثلث الذهبي اللي يحتضن هذه الاسامي اللي يحتضن هذه النجوم في هذا الصباح الجميل. ومع المركز الرابع نتابع الظبي مبارك بن عوض بالجيلة العامري من يتابع انطلاقة الظبي. مع المركز الرابع خامس التحديات الشاهينية مبارك بن محمد بن مسري الهامري. وارى القدوم الدهامة لأحمد بن خزع بالهركي العامري على مستوى المركز السادس. سابع التحديات أرهني الذيب مبارك بالرملي بن محمد العامري يعلن انطلاق الذيب. وصلت شواهين لعبد الله بن غالب بالسلطان المنصوري يتقدم أيضا هذا الشعار بأول ندى مع هذا الانطلاق المتميز. ومع المركز التاسع نتابع أيضا منصورة بالشعار مطر بن حمد بن عميره الشامسي من يقدم منصورة في هذا الانطلاق الجميل. وعاشرا المركز العاشر سمحة تتسلل في هذه اللحظات حمد بن علي بسويدان الاكتبي متابعا منطلقا مع سمحة اللي بدت تتسلل بهذا الانطلاق الجميل مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن لنعود مع الصدارة مع البداية مع المقدمة. شرف انطلقت بناموس هذا الشوط. والمغادرة للوحة الاثنين كيلومترات بوابة المدرج غادرناها في هذا الانطلاق. وشرف على الصدارة حمد بن عوض بن زيتون المهير يتابع انطلاق شرف من تنطلق بالصدارة. ولكن أرى مياس مع المركز الثاني. خليفة بن حليس بن راشد الاكتبي القدوم مع المركز الثالث دهامة لأحمد بن خزع العامري والتقدم مع المركز الرابع الشاهينية لمبا
المبارك بن محمد بن مسري الهاملي، والقدوم القدوم من شواهين عبد الله بن غالب بن سلطان المنصوري من الجانب الاخر مع المركز السادس. ارى التقدم للذيب المبارك بن رملي بن محمد العامري، واسم جديد بدا يتسلل، بدا ينطلق في هذه اللحظات بهذا الانطلاق المثير من الجانب الاخر. مياس لعبد الواحد بن خزع العامري، والقدوم ايضا التسلل الانطلاق المثير. نتابع 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 اللي تسللت في هذه اللحظات من الجانب الاخر. الظبي المبارك بالعوض بالشيله العامري، وارهني ايضا مع المركز التاسع مياس لعبد الله بن سالم بن ثعلوب الكتبي، وارى القدوم ايضا القدوم القدوم مع المركز العاشر. نتابع ايضا التحديات المنصورة لمطر بن حمد بن عميره الشامسي. من يتابع من يتابع انطلاقة منصورة، ولكن لنا عودة مع شرف مع شرف، وشواهي قادمة شواهي قادمة بكل قوة، ولكن شرف شرف على الصدارة واللحظات المثيرة. شواهين بفارق راس تتقدم الى المقدمة الى الصدارة، ولكن شرف والضغط المستمر على مقدمة هذا الشوط. التحديات ثنائية، شرف وشواهين، شواهين وشرف، ولكن شرف بشعار حمد بن عوض بن زيتون المهيري. شواهين مع المركز الثاني أيضا تتقدم بخطى ثابتة. عبد الله بن غالب بن سلطان المنصوري. اللحظات الأخيرة، التحدي المثير، ولكن شرف شرف هي الأقرب. شواهين تحاول اللحظات الأخيرة، شرف 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 هي الأقرب هي الأقرب حتى هذه اللحظات، ولكن شواهين شواهين مع المركز الثاني. وأرى أيضا التقدم في هذه اللحظات واللحظات الأخيرة، شرف هي الأقرب. ناموس هذا الشوط حاير 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 ما بين الثنتين ما بين الثنتين. شرف 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 تنطلق بناموس هذا الشوط، تتشرف تنطلق بناموس هذا الأداء المثير. سلام 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 منازف، سلام تهانينا لحمد بن عوض بن زيتون المهيري. المركز الثاني شواهين، عبد الله بن غالب بن سلطان المنصوري. المركز الثالث شاهينية مبارك بن محمد بن مسري الهاملي. المركز الرابع تاتي ايضا الظبي المبارك بن عوض بالشيل العامري، ومع المركز الخامس الدهامة لحمد بالخزع العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس الاسامي المتقدمة في هذا الشوط. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول شرف الى خط نهاية 12 دقيقة 32 ثانية، خمس اجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن عوض بن زيتون المهيري واللي وصلت مع المركز الثاني. تاتي ايضا شواهين بتوقيت زمني مقدار هذه لحظات الوصول الى خط النهايه. تهانينا لعبد الله بن غالب بن سلطان المنصوري 12 دقيقة 33 ثانية، خمس اجزاء من الثانية واللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. تاتي ايضا مع المركز الثالث الشاهينيه بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقه 35 ثانيه ثمان اجزاء من الثانيه. تهانينا المبارك بن محمد بن مسري الهاملي، تهانينا للجميع والناموس.